هذاك فيها مساعدة للطب راهي فيها مساعدة لك وحتى البافيت هي مش ما تحميش 100% لكن تنقص من القوة متاع الفيروس. لا لا تنقص 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 برشا. الغسلان اليدين الغسلان اليدين بال 70 80 سياسيا فما جماعة غسلت منهم يديك ولا لا؟ أنا من قبل غسل يدي من الحكومة ومن الرئاسة ومن هالمرة مالك تشوف فيهم لهين تو بالبلاد هذا عاد. أنت سمعت اليوم رئيس البرلمان ايش قال؟ هي وصل لك نسمعوا شوية منتتح هذه الجلسة. ندعو أن يرفع عن تونس والعالم هذا الوباء وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا. ونستحضر من بينهم السيدة الفاضلة والمناضلة الحقوقية على قيم وحقوق الإنسان وكرامته الأستاذة راضية النصراوي، والتي تقف اليوم بكل شجاعة في مواجهة هذا التحدي كما وقفت في مواجهة الدكتاتورية والاستبداد. راجينا من الله أن يتم عليها دوام الصحة والعافية وعلى كل المواطنين. ديما غالبكم بالأخلاق الطيبة. لا لا حتى نحن لا نحن أخلاقنا زادة طيبة وإحنا قلوبنا بيضة. شوف الاستنتاج حاتم اللي أنا استنتجته، إحنا عندنا مثل شعب يقول لك اعمل الخير وانساه. توا راضية النصراوية قديش عندي عايش معاها 39 سنة التو نكتشف في حوايج جديده. نجم نقول لك في البلاد هذه تقريبا، لكن لازمنا نخلو يا سيدي شويه فجوه، 99.99% دافعت عليهم راضي النصراوي، ما خلاتش حد وما دون مقابل راه ما خلاتش حد. هذاك علاش ما ثماش بقعه اللي نمشوا لها ولا يقابلونا فيها الناس ما يقولوش لك المراه وراو ثم شكون ما يحبنيش فيه لي صراعات سياسيه ولا الحوايج كيما هكا. نقول لك لا لا، نقول لك راضي النصراوي، لا راضي النصراوي معناها فهمتي منها حاجه اخرى، دفعت عن الناس كل معناها اعطات للناس كل بكل الجوارح فهمتي منها نتاعها. وهذاك اليوم قاعد يعاون فيها برشا، قاعد يعاون فيها برشا فهمتي. هو مش بركه قال كلمه، راهو بعث الورد للدار زاد، اما المكتب ككل المكتب نتاع مجلس النواب. لكن نعرفوا ديما علاقته يحترمها من قبل كما برشا سياسيين. دافعت عليهم لا دافعت عليهم فهمتي، دافعت عليهم الكل. وفي الحقيقه حاجه فهمتي منها باهيه برشا، انها عطات للبلاد هذه برشا والمحبه نتاع الناس هذه قاعدة تعاون فيها. وأنا بيودي وأن محبة التونسيات والتونسيين زادة تعاون المرضى الأخرين، تعاونك الأهالي اللي فقدوا تعاونهم. والتوانسة راهو إذا كان قلت لي أنت غسلت، أنا غاسل يدي من الحاكم ولكن ماهيش غاسل يدي من التوانسة. يعاونوا بعضهم في الحوم يا حاتم، يعاونوا بعضهم في المؤسسة. يمكن هذاك هو اللي منعنا اللي يخلي البلاد تونس مش يعوض الدولة شوية. لا ضروري ضروري الناس راهي قادرة باش تنظم رواحها ويعاونوا بعضهم ويوقفوا معناها مع بعضهم وما يخلوش بعضهم. وهذاك راهو في الأخر بالكل الروح نتاع الشعب اللي تبقى باهية وتبقى تتجاوز كل الأنانية اللي مغروسة هذيك كلمة جحا أخطى راسي وضرب. باهي نمشيو فاصل وبعدش نرجعوا للجانب السياسي نحكيو فيه.